أهلا بكم مشاهدينا في ساعة ثانية نبتدر هذه الجولة بتحليل أهم مصيدات الأخبار عبر موقع أشروق نت رفقة الصحف والمحل السياسي. رئيس تحليل موقع أشروق نت أستاذ الشيخ يوسف، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى مشاهد الشريك الشروق في كل مكان. أهلا، صباح الخير عليك أستاذ الشيخ. نبدأ أول أخبارنا في الأخبار السياسية التي وردت على موقعنا على الإنترنت. توقيع اتفاق الجلد بين الهدندة والبني عامر ببورت سودان. اتفق أطراف النزاع بمدينة بورت سودان الهدندة والبني عامر على نزع فتيل الأزمة، وقعوا اتفاق الجلد بقاعة السلام بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر بحضور أعضاء من مجلس السيادة وعدد من الوزراء وأعضاء حكومة الولاية بجانب القيادات الأهلية والكيانات الشبابية. ونص اتفاق الجلد على وقف القتال القبلي الذي شهدته الولاية منذ نهار الاثنين الماضي. وقال ناظر عموم قبائل الهدندوة الناظر محمد الأمين تروك بحسب وكالة السودان للأنباء، قال إنهم كإدارات أهلية يعملون لإزالة التشوهات التي لازمت الولاية بسبب الفتنة التي أسهم فيها الشيطان، وأضاف نقول لكم ما تشيلوا هم، لافتا إلى أن الاتفاق على الجلد تقديرا لضيوف الولاية ولطاعة ولي الأمر الذي يتمثل لنا في الحكومة والوالي. جانبه قال ممثل قبائل البني عامر محمد كنتيباي إنهم توصلوا كإدارات أهلية إلى حلول لحقن الدماء، بجانب التأكيد على رتق النسيج الاجتماعي، فضلا عن السعي إلى إدارة حوار شفاف يمكن مكونات الولاية الاجتماعية الوصول إلى حلول مرضية ونهائية لما وصفه بالسرطان الذي بدأ ينتشر في الولاية. وأكد أنه لا مكان للفتن مستقبلا بين المكونات الاجتماعية بالبحر الأحمر لأنهم أهل أعراف وإحسان، وتعهد كنتباي بوضع يدهم في يد الحكومة للارتقاء وللتوجه نحو تنمية المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز العمل المشترك حتى يكون النسيج الاجتماعي بولاية البحر الأحمر يدا واحدة. أستاذ الشيخ، تم من قبل في الأحداث السابقة على هذا الاتفاق، الآن مجددا تم هذا الاتفاق، لكن هل سوف يشهد إنسان الشرق الأمن والاستقرار في الفترات القادمة؟ بل نحن نتمنى أنه يكون الاتفاق بداية لتعاون جديد بين المكونين الأساسيين لشرق السودان، إخوتنا في بني عامر والإخوة في الهدندوة، ونتمنى أنه المزيد من الحرية. العصر الجايدة هو عصر الحرية، والحرية تعني الاحتكاك وتعني الاختلاف وتعني في مناطق فيها شوية حساسيات وهو بتحصل مثل هذه الأشياء. ونتمنى أن الناس يعجلوا بكثير، يعني بتوطين السلام، وأن السلام حتى السلام ممكن يكون عادل لأهل المنطقة. في حركات في الشرق ناشطة، حركات وقعت سلام من قبل، في حركات الآن ضمن الجبهة الثورية. يجب أن النظر إلى الحركات ومكوناتها وإلى المكون الاجتماعي أيضا اللي هو أيضا يحتاج إلى سلام، يعني فنتمنى أن الموضوع يكون بداية لسلام في الشرق. نكرر برضو مرة تانية أنه نحن أيضا ندعم السلم الاجتماعي، تمنياتنا بالاستقرار والأمان لكل أهلنا في الشرق.